So I give you. شغل الصراع بين البيزنطيين والفرس جانبا هاما او جانبا كبيرا من تاريخ العصور الوسطى، وهو امر بديهي بوصفهما القوتين العظميين اللذان تقاسما السيطره على العالم القديم خلال تلك الفتره. ولم يقتصر الصراع بينهما على مناطق الحدود والتقوم المشتركه شمالا في قارتي اوروبا واسيا، بل امتد جنوبا ليشمل الشمال الشرقي الافريقي وجنوب شبه الجزيره العربيه. وتتناول هذه الدراسة الصراع الذي دار بين الدولة البيزنطية والفرس في المنطقة الجنوبية. كان الحرير يمثل أهم سلعة في حياة الإمبراطورية البيزنطية في عهد جوستينيان وفي عهود من سبقه ومن لحقه من الأباطرة، وقد ازداد الإقبال عليه بصورة مضطردة مع ازدياد أسباب الطرف، وأصبح لبس ثياب الحرير الخالص في هذا العصر مألوفا في الحياة المنزلية. كما أخذت الكنيسة ترحب بهدايا من هذه المادة الثمينة استعمالها في ملابس رجال الدين والستر والأغطية وتزيين المذابح، بعد أن كانت ترفض في بداية الأمر استخدام الحرير في الأغراض الدينية. يضاف لذلك حاجة الإمبراطورية الماسة دائما لهذا الحرير بإهدائه إلى زعماء الشعوب القبلية دليلا على المودة بينهم، وقد كان البلاط البيزنطي حريصا على أن يعرض على أنظار غربات الشمال صلاته التجارية مع هذين البلدين الهند والصين. كذلك كانت كميات كبيرة من الحرير تذهب إلى الغرب يهديها الإمبراطور إلى الكنائس أو إلى رؤساء الأساقفة فيها أو إلى بعض الأمراء ليصنعوا منها ثيابهم إعلاء لهيبة البلاط. على أن الإمبراطورية البيزنطية عانت الكثير في سبيل نقل الحرير من الصين، حيث كان الطريق البري للصين يمر عبر الأراضي الفارسية، كما كان الطريق البحري الجنوبي عبر المحيط الهندي يسيطر عليه كذلك التجار الفرس الذين يحرون من الخليج العربي إلى سيلان حيث تتجمع البضائع الآتية من الصين. وهكذا وجد جوستينيان نفسه في مواجهة جديدة مع الفرس، وهو الذي أجبرته الظروف على الدخول معهم في جولتين من الحروب عرفت باسم الحروب الفارسية. وتحاول في كل مرة فيهما أن ينتهي الأمر بالسلف، حتى لو تم ذلك لقاء مبلغ ضخم من المال كان يتم دفعه للفرس مقابل السلام حتى يتفرغ لمشاريع التوسعية في الغرب الأوروبي. والواقع أن احتكار الفرس لتجارة الحرير كان بالنسبة للبيزنطيين المضطرين للحصول على هذه المادة يمثل عبئا صفيرا، إذا لم يكن في هذه التجارة سوى وسطاء من الفرس، ولم يكن ثمة أمة كأمة الفرس تكثر الحروب بينها وبينهم. ترى ألم يكن يومهم أن يروا تجارهم يحملون إلى أعدائهم المبالغ الضخمة من أجل شراء المنسوجات الحريرية، وهل كان عليهم أن يقبلوا بهدوء انقطاع هذه التجارة بسبب حالة الحرب؟ يضاف لذلك أن الحروب المستمرة مع الفرس أدت لارتفاع ثمن الحرير الخام بصورة كبيرة، جعلت الإمبراطور يتدخل ويصدر منشورا للحد من ارتفاع سعره، غير أن النتيجة الوحيدة التي ترتبت على هذا المنشور هي رفض تجار الفرس بيع بضائعهم بتاتا، ونتج عن ذلك إفلاس صناع الحرير وتوقف تجارته تماما، واضطرت الدولة البيزنطية إزاء هذه الكارثة أن تخضع لمطالب وسطاء الفرس. وكانت إدارة الخارجية البيزنطية تعلم يقينا أن جهودها لحرمان الفرس من الحصول على الأرباح الهائلة التي يجنونها بقيامهم بدور الوسيط التجاري في تجارة الحرير لا تتحقق النجاح الذي ترتجيه. لذلك كانت تتحين الفرصة للبحث عن طريق آخر يصلها مباشرة مع مراكز بيع الحرير. وسرعان ما جاءت هذه الفرصة على غير توقع عندما وضع الأحباش أقدامهم في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية. وبدأ الأمر حينما اعتنق الملك الحميري دونواس اليهودية والمقام باضطهاد المسيحيين في مملكته، فلما تمسكوا بدينهم قام بطمع كما نعرف جميعا بإلقائهم في حديدة عميقة مشتعلة بالنار. وانتهز النجاشي حاكم مملكة أكسوم الحبشية تلك الفرصة ليغزو اليمن بحجة الانتقام لما حدث للمسيحيين هناك. وتذكر بعض المصادر أن بعض الناجين من هذا الاضطهاد اتجهوا لجوستينيان يطلبون نجدته، فأرسل الأخير بدوره إلى النجاشي يطلب منهم نجدتهم وأمدهم ببعض السفن والعتاد للقيام بتلك المهمة، فلم تكن سفن النجاشي تسمح له بنقل أعدادا كبيرة من الجنود إلى الساحل العربي، لذلك قامت بهذه المهمة سفن الأسطول البيزنطي الرئيسية في موانئ البحر الأحمر. وقد حاول دونواس وقد وجد هذا التحالف بين بيزنطة وأكسوم أن يبحث عن حليف قوي يواجههم به، فيما واجهه شطر الفرس وحلفائهم من عرب مملكة الحيرة مستغلا العداء التقليدي بين هؤلاء وهؤلاء، لكن الدبلوماسية البيزنطية نجحت في منع أي عون يقدم لهم من هذه الناحية. والواقع أن الدافع الديني كان هو السبب الظاهر، أما الدافع الحقيقي فكان دافعا اقتصاديا. تذكر بعض المصادر أن دونواس كان قد أمر بقتل التجار الروم أو البيزنطيين الذين كانوا في بلاده،
ونأب أموالهم انتقاما من الروم الذين أساؤوا في بلدهم معاملة اليهود واضطهدوهم. فتجنب التجار البيزنطيين الذهاب إلى اليمن أو إلى الحبشة وإلى المناطق القبيلة من مملكة حمير، فتأثرت التجارة مع الحبشة وتضررت مملكة أكسوم. ورفض الزنواز أي محاولة نراء بهذا الصدع في العلاقات مع الحبشة، مما جعل النجاشي يفكر حثيثا في غزو اليمن والقضاء على مملكة حمير لإعادة الأمور لنصابها. ولم تتوانى القسطنطينية عن تأييد هذا الغزو الحبشي عسكريا ومعنويا، فقد كانت سيادة حلفائها الأحباش على طرفي البحر الأحمر عند مدخله تضمن لها طريقا بحريا آمنا، كما أملوا الحصول على الحرير الصيني بالطبع بعيدا عن السيادة الفارسية. وسرعان ما حاول البيزنطيون استثمار هذا الوضع الجديد، فأرسل جستينيان عام 531 ميلاديا وفدا إلى النجاشي وطلب منه أن يتولى الأحباش نقل الحرير القادم من الصين والهند وبيعه للبيزنطيين بدلا من الفرس. فاقتنع النجاشي بذلك وحط عليه تجاره. لكن التجار الأحباش لم يتمكنوا من مواجهة نفوذ التجار الفرس في الموانئ الهندية، حيث قام التجار الفرس بشراء كل شحنات الحرير القادمة من الصين، فلم يجد التجار الأحباش ما يشتروا منه. بالإضافة إلى أن العلاقة الوثيقة بين سكان الموانئ الهندية وتجار الفرس منعتهم من بيع سلعتهم النفيسة للتجار البوليفي. ولم يفت هذا الفشل في عدد جستينيان، فعزز السفارات الأولى بالسفارة الثانية في العام نفسه. وجهها برئاسة بابوسي جوليان إلى النجاشي في الحبشة والسميفع ملك حمير التابع له، بجانب عرب كندا والمعديين يطلب منهم إعلان الحرب على الفرس وقطع العلاقات التجارية معهم. ولم يكفي بذلك، بل سعى جيدا ليحقق تقاربا بين قوات الأحباش في اليمن والقوات العربية في نك مثل قبيلة معد ليزيد من الضغط على الجبهة الفارسية. وقد أعطانا بروكوبيوس وهو معارض جستينيان انطباعا سلبيا عن نجاح هذه المهمة، إذ يذكر أنه برغم أن السفير حصل على وعود لملكه بتحقيق هذه المطالب إلا أن أي من هذه الوعود لم يتحقق، فالأحباش لم يحركوا ساكنا صوب الفرس. أما السميفع فلم يكن على استعداد أن يغامر بجيوشه عبر طرق طويلة وصحاري مغفرة ليواجه في النهاية جيوشا تفوقه عددا وعودا، بجانب أنه رفض تعيين قيس كزعيم المعديين لأن الأخير تورط في مقتل أحد أقاربه. وعلى العكس منه نجد أن معارخ آخر مثل منالاس يرجح نجاح هذه السفارة ويذكر أن النجاشي قبل على فور عقد التحالف الذي على درجة سنيان وأعلن الحرب على الفرس، وبدأ في القيام بعمليات عسكرية ضدهم بمساعدة القبائل العربية، كما رحبت حمير بهذا التحالف على أساس أن جستينيان صار صديقا لهم منذ أن دعم النجاشي في حملته ضد الدينواس، وحول اليمن للمسيحية بجانب رغبتهم طبعا بالطبع في إنشاء قنوات اتصال تجاري مباشر مع الهند وليس عبر الوسطاء الفرس، وهو الأمر الأقرب للصواب حيث نجد ما يدعم هذا الرأي في الشعر الجاهلي المعاصر لتلك الفترة. غير أن هذه الجهود الدبلوماسية البيزنطية المكثفة مع مملكة أكسوم وشيوخ القبائل العربية في شبه الجزيرة لم تكن لتغيب عن عين الساسانيين في فارس، وهم يقدرون تماما مدى خطورة امتداد النفوذ البيزنطي إلى قرب حدودهم الجنوبية الغربية. لذلك أسرعت وفودهم لاهينة صوب اليمن لتشارك في مراسم الاحتفال بتتميم سد مأرب حوالي عام 542-543 ميلادي، وتقدم التهنئة إلى أبرهة الذي صار الحاكم الفعلي لليمن بعد أن أزاح السميفع من الحكم. ولم يكن جستينيان بدوره مكتوف الأيدي إزاء ذلك، فحرص أن يكون له مقعد على طاولة الاحتفال، فأرسل وفدا ملكيا يحيط به حلفائه من زعماء القبائل العربية. وقد حرص أبرهة على أن يسجل تفاصيل هذا الحفل وضيوفه في نص كبير نقش على سد مأرب وعثر عليه منذ فترة، حرص فيه على إبراز أهمية رسل النجاشي وجستينيان مقارنة بباقي الرسل، وهو أمر بديهي فرضته الظروف التبعية والملة الواحدة. وعلى الرغم من أنه في عام 552 بدأ أن متاعب بيزنطة في حصولها على الحرير قد انتهت، حين وصل إلى القسطنطينية راهبان مسطوريان يحملان في عكازيهما دودة القز وبيضها، وبدأت تنتشر تربيتان في أنحاء الإمبراطورية، مما أوحى للجميع بأن بيزنطة غدت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحرير والتخلص من قبضة الفرس. لكن رغم ذلك لم تتمكن المصانع البيزنطية من إنتاج قدر من الحرير الخام يكفي مطالبها كلها، لذلك ظلت لسنوات بعد ذلك في حاجة لشرائه وبالتالي الخضوع مجددا لسلطة الفرس. ولا شك أن أبراهة كان يدرك أهمية مملكته، تلك الأهمية التي دفعت هؤلاء وهؤلاء إلى التودد إليه، لكنه كان يميل إلى الجانب البيزنطي بحكم وحدة العقيدة والتقاء المصالح. وبدأ أن الرياح بما تشتهي سكن جستينيان في إحكام سيطرته على طريق الحرير الجنوبي، إلا أن الخلاف سرعان ما دب بينه وبين أبراهة، ولم يكن سياسيا أو اقتصاديا هذه المرة، بل كان خلافا عقيديا. وكان مبعث هذا الخلاف راجعا الى ان الاختلاف وجهتي نظرهما حول طبيعه السيد المسيح. وفي الوقت الذي اعتنق فيه جستينيان مذهب الطبيعتين
كان أبرهة والكنائس الشرقية في مصر والشام وفلسطين يدينون المذهب الطبيعة الواحدة أو المذهب المونوفيزيكي، ويتبعون في ذلك كنيسة الإسكندرية. لذلك رفض أبرهة من قبله ملك أكسوم تعيين أسقف جديد يدين المذهب الطبيعتين، بل وصل الأمر إلى حد قتل الأسقف الذي أرسله الإمبراطور البيزنطي. وبرغم أن هذا السلوك المعادي لجانب أبرهة والنجاشي إلا أن جوستينيان لم يحاول في بدء الأمر فرض مذهبه عليهم بالقوة، ربما لأنه كان يبدي بعض العطف على أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة بسبب انضمام زوجته ثيودورا إلى معسكرهم، أو حرصه على كسب ولاء هذه المنطقة الحساسة من العالم القديم في ظل صراعهم المرير مع الفرس. لذلك حرص على وضع حلول يرضى بها أصحاب الطبيعة الواحدة وفي نفس الوقت لا يحيد فيها عن مذهبه. لكن جوستينيان سرعان ما حاد عن هذه السياسة بعد أن تصارعت الأمور إلى صالحه بوفاة الملك الفارسي قبائد الأول وسعي خليفته كسرى أنوشروان للتفاوض مع بيزنطة وانتهاء الوضع بتوقيع معاهدة سلام دائم بين الجانبين عام 532. وأدى هذا الوضع بالطبع إلى تخلي جوستينيان عن مهاداته وراح يعزل الأساطفة المنافذة في القسطنطينية والإسكندرية وأنطاكيا وغيرها. وبرغم أن واقع الحال كان ينبئ بتوتر العلاقات بين جوستينيان وأبرهة خاصة بعد أن رفض الأول تعيين أسقف مونوفيزيتي في اليمن، إلا أن أبرهة حرص على أن تظل علاقاته الطيبة ببيزنطة خاصة وأنه لم يكن يأمن جانب مملكة ملك أكسوم بعد أن انفرد بحكم اليمن. فلم يترك الفرصة لهذه الخلافات أن تؤثر في طبيعة العلاقات بين الحليفين، بل ربما يكون قابلا في نهاية الأمر أمام استمرار جوستينيان وحتى لا يفقد صداقته على وجود أسقف يتابع له في مملكته. وبعد أن وقف أبرهة على قدر بكل من جوستينيان والنجاشي سعى لمد نفوذه شمالا ليؤمن الطريق التجاري الذي يصل اليمن بالشام، وقد بدأ الأمر بالقضاء على التمرد الذي قامت به بعض القبائل العربية، ثم مد بصره بعد ذلك نحو مكة طامعا في الاستيلاء على مكانتها التجارية في المنطقة. لكنه كان يدرك أن مكانة مكة الاقتصادية تلازمها مكانة الدينية أعمق وأقوى، وأن التعرض لها يعني انقلاب القبائل العربية ضده، وهو أمر كان في غنى عنه. فهداه تفكيره إلى ضرب هذه المكانة بمحاولة صرف نظر العرب عنها، فبنى في صنعاء كنيسة ضخمة عرفة باسم الخليس، جمع لها العمال المعرة وخصص لها من الأموال ومواد البناء ما جعل منها آيات للناظرين بحسب وصف المؤرخين. وكان أبرهة قد منى نفسه بنجاح مشروعه وضرب مكانة مكة، وقد توقع أن يحظى هذا المشروع بمباركة جوستينيان، لأن تحقيقه يعني تخلص البيزنطيون من القضاء للأسعار العالية التي يفرضها تجار الفرس على السلع التجارية النادرة والمطلوبة والتي احتكروا بيعها لمرورها ببلادهم، استدارت إليهم من الهند وسيلان رأسا عن طريق بلاد العرب. لكن الرياح لت بما لا تشتهي سفنه ولم يحرك العرب ساكنا صوب كنيسته، فعزم على التحرك وتدمير الكعبة للقضاء نهائيا على نهاية مكانة مكة، وعد لذلك جيشا ضخما تحرك به صوب الحجاز، لكن حملته الشهيرة بدأت بالفشل وقضي على أغلب جيشه ومات بعدها سريعا. ولا شك أن نجاح أبرهة في مد نفوذه إلى مكة ووصل ما بينه وبين ممتلكات البيزنطيين في الشام ونفوذهم في أقصى شمال شبه الجزيرة العربية كان يشكل للدولة الفارسية تحديا خطيرا من الناحيتين السياسية والاقتصادية، أصبح هذه القوة الجديدة خصما مخيفا لفارس خاصة إذا دانت القبائل العربية في هناك والمناطق المجاورة لها بالسيادة للبيزنطيين والأحباش. ولهذا كانت فارس تنظر بعين الحظر الدائم والقلق والترقب لكل ما يجرى حولها في منطقة شبه الجزيرة العربية. لذلك كان فشل حملة أبرهة بالغريب مصدر سعادة للفرس، جعلتهم يتنفسون الصعداء ويستعدون لجولة أخيرة قد يكون الحسم فيها بصالحهم. لم تقتصر خسارة تلك الحملة على وفاة أبرهة وهزيمة جيشه فقط، بل تعدتها إلى تشجيع القبائل العربية على طرد الأحباش من اليمن. وقد تزعم حركة المقاومة أحد قادة حمير ويدعى سيفي ابن ذي يزن الذي حافظ على عاتقه هذه المهمة، وكان يدرك أنه لن يتمكن من تحقيقها إلا بالاستعانة بإحدى القوتين البيزنطيين أو الفرس، واختار أن يبدأ بالبيزنطيين في شد حاله نحو القسطنطينية، يعرض ولاءه في مقابل المساعدة العسكرية في التخلص من الأحباش في اليمن. ومن نافذة القول أنه كان بالطبع خيانة خاطئة، فلم تكن روابط العقيدة والتحالف السياسي بين البيزنطيين والأحباش تجعلهم يتحالفون ضدهم أو يقدمون المساعدة لأعدائهم. لذلك كما كان متوقعا جاء جواب جوستينيان بالرأي. لذلك وجهه شطر الطرف الآخر ونعني بهم الفرس، رغم أنه لم يبدأ بهم بحسب المنطق لأنهم سبق ولم يقدموا يد المساعدة لأبيه حين طلبها منهم. وجد ضلاته عند الملك الفارسي كسرى أنوشروان الذي أرسل معه جيشا كبيرا، تمكن من هزيمة أبرهة وتنصيب سيف بن ذي يزن على عرش مملكة حمير مقابل أدائه الجزية للفرس. جاءت الفرس إذن للفرس ليضعوا قدما لهم في جنوب الجزيرة العربية، وهو أمر طاق عليه طويلا، حقيقة أن سيادتهم على اليمن لم تكن كاملة، إلا أنهم كانوا يتحينون الفرصة للاستيلاء عليها، ووجدتهم الفرصة بعد ثورة بقايا الأحباش.
من خلال رصد الصراع السابق يمكننا ان نقف على الملاحظات التاليه. واحد، كان الصراع بين البيزنطيين والفرس حول طريق الحرير الجنوبي خلال عهد جوستينيان جزءا لا يتجزا من الصراع بين القوتين عسكريا واقتصاديا، اذا ارتبط بالصراع الذي دار بينهما شمالا حول طريق الحرير والذي كانت فيه الغلبه للفرس. اثنين، بعكس الصراع الذي دار شمالا بين الطرفين وتميز بالصدام العسكري في بعض الاحيان والتفاهم الدبلوماسي في احيان اخرى، اتخذ الصراع في الجنوب الشكل الدبلوماسي بشكل كامل، ولم تحدث مواجهات عسكريه مباشره بين الجانبين، ولم يحرص البيزنطيون على التدخل العسكري ربما خوفا من التدخل الفارسي ايضا، مما كان يعني فتح جبهه حربيه جديده لم يكن جوستينيان على استعداد لها. ثلاثه، برغم ان الشواهد كانت تؤكد نجاح الدبلوماسيه البيزنطيه في حسم السيطره على جنوب شبه الجزيره العربيه ومدخل البحر الاحمر من خلال تحالفها مع مملكه اكسوم الحبشيه ومملكه حما في اليمن، وبالتالي السيطره على طريق الحرير الا ان هذه السيطره لم تنجح في كسر احتكار الفرس لتجاره الحرير عبر الجنوب ايضا، لظل تجارهم يتحكمون في التجاره في الجنوب ايضا. اخيرا، اذا كانت بدايه هذه الصراع قد شهدت نجاحا دبلوماسيا بيزنطيا يتمثل بتحالفها مع القوى السياسيه في المنطقه، فان نهايته شهدت نجاحا عسكريا فارسيا تمثلت استيلائهم على اليمن، فعوض الفرس بذلك تاخرهم في مواجهه البيزنطيين في الجنوب بشكل حاسم. شكرا.